أهلا بكم من جديد. قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز المعارض والمؤتمرات بالصخير مع مقاول المشروع شركة سيباركو البحرين. ويقام مركز المعارض والمؤتمرات على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 308,000 متر مربع، وهي جزء من أرض غرب حلبة البحرين الدولية، وقد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة السادة سيباركو البحرين، وذلك بتكلفة تبلغ 83,600,000 دينار بحريني. كما وسوف تستغرق أعمال التنفيذ ما يقارب 24 شهراً. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريراً النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الثالث من عام 2019، وأشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بواقع 1.58% و 0.57% بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.54% مغلقا التداولات عند مستوى 1584 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,506,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 455,000 دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8206 نقاط بارتفاع بلغت نسبته 0.15%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5007 نقاط بانخفاض بلغت نسبته 0.40%.
وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3951 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.3%، لتكون الخسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. قالت الدكتورة أمل شقير مستشار تحول رقمي في برنامج يسر، وهو برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إن المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بعد سوف تساعد السعوديين والسعوديات من الحصول على وظائف للعمل من المنزل دون الحاجة للحضور لمكان العمل. وأشارت لشقير في مقابلة مع قناة العربية إلى أن البرنامج يهدف إلى سد الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي، حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية. قالت وزارة التعاون الدولي في مصر إنها بدأت ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال شهر يناير الجاري، والتي تعد الزيارة الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014. وسيتضمن برنامج زيارة الوفد عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الرئيس التنفيذي لشركة أبل يفقد 11 مليون دولار من ثروته بسبب انخفاض مكافآته السنوية. وصلت الأسهم الأوروبية خسائرها في الوقت الذي تستمر فيه التوترات التي تشهدها المنطقة في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة، بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام، في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية. وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات، وهبط المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.7%، ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع. تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة العام الماضي في بريطانيا إلى أقل مستوى منذ عام 2013، مع إحجام المستهلكين عن الشراء وسط تزايد في القيود المفروضة على المركبات التي تعمل بالديزل، بالإضافة إلى غموض الوضع الاقتصادي قبل تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات أولية من اتحاد مصنعي وموزعي السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة تراجعت 2% في 2019 إلى 2.31 مليون سيارة، منخفضة للعام الثالث على التوالي بعد ذروة 2016 البالغة 2.69 مليون سيارة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. فقد الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك 11 مليون دولار بعد حصوله على إجمالي رواتب ومكافآت عن العام 2019 بلغت قيمتها 125 مليون دولار. وعلى الرغم من أن راتبه البالغ 3 ملايين دولار سنويا بقي كما هو في العام 2019، فإن مكافآته انخفضت من 12 مليون دولار إلى 7.67 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وكان كوك قد تبرع الأسبوع الماضي بمليوني دولار من أسهمه في أبل لصالح جمعية خيرية لم يكشف النقاب عن اسمها أو المجال.